لميس، ليش ما عم تعطيني فرصة؟ ليش لحتى أعطيك؟ ليش؟ لأنه أنت فيكي شي غريب ما عم بقدر أوصفه. شي غريب. ليك على هالحكي. عم قلك هاد الكلام لأنك أثرتي فيني كتير وقت اللي شفتك. عم تقول تأثرت فيني؟ إيه. شو كنت لابسة؟ كيف يعني؟ لما شفتني أول مرة بالمطعم، بما أنك تأثرت كتير رح تتذكر على الأغلب. لازم تطور حالك شوي. كنت لابسة قميص أحمر وبنطلون أسود. مزبوط، بس هذا لباسنا الرسمي إذا بدك. إيه بس منيح. وحاطة على صدرك. وكمان كان في بإيدك سوارة حمراء على الأرض. ولأنه معصمك صغير كانت واسعة شوي. وكنت حاطة هالحلقة. وبظن كنت حاطة وقتها بكلة حمراء بشعرك. صراحة أنا متذكر كل شي فيكي. نظرتك، ضحكتك، فيكي شي مانو موجود بأي حدا. وقتها شفت فيكي قوة، وكأنه عندك قدرة تواجهي كل الدنيا.